رأيك نروح على السوق؟ أنا عم فكر أمرق لعند لارا على البوتيك، وبعدين رايحة على البيت تعبانة كتير. يلا بخاطرك. الله معك، بنحكي المساء مع بعض. نيلاي، شو أخبارك؟ ماشي الحال، وأنت كيفك؟ يعني شفتي لي هاندا؟ راحت وما بعرف لوين. نيلاي، أنا لازم أحكي معها ضروري، لو سمحتي. طيب، راحت لعند لارا على البوتيك. شكرا. ما عم بقدر صدق، كيف يعني ركبتي السيارة وتركتي كوراي لحاله بمكان مقطوع؟ وانبسط لما رجع مشي. ايه وبعدين شو بده يصير؟ انا مستحيل اقلل من احترامي وقيمتي بس مشان هديك الهبلة كلتوم ما تبكي. يلا مو مشكلة، انتي هلأ معصبة شوي، بكرة بس تشوفي بتعيطي شوي وبتروقي. لارا خلص، ما عاد بدي فكر بهالموضوع، بدي ارتاح. هلأ رح فوت لجوا جرب هالفستان. كوراي، كيفك لارا؟ أنا منيحة وأنت؟ هاندا مو هون ما؟ وأنت شو جابك لهون؟ هاندا، لا تروحي بهالطريقة لو سمحتي. هاندا، لك شو هاندا شو؟ أنت خليت فيها هاندا؟ ليكي هاندا، عم حاول رجع كل شيء مثل ما كان بس بدون ما أجرح حدا. لسه بيرجع بيقول هو ما بده يجرح حدا. هل حدا كلتوم ما؟ وشو مشاني؟ عفواً، أنا وحدة سيئة، وأنا كمان عنيدة، وأنا كمان قوية، أنا ماني مظلومة ما هيك؟ لهي الأسباب أنا ما بتنجرح مشاعري أبداً، بس الأغبياء عندهم قلوب، قلوبهم بيضة وبتنجرح، وهنن بس بيزعلوا ما هيك؟ ولك أنا غلطت غلطة، رحت أنت لحضن كلتوم الدافي وجكر فيني تجوزتها، كله بسببي وبسبب تصرفاتي أنا ما هيك كوراي؟ هاندا، أنا بكل حياتي مرة واحدة حبيت انتقم منك، وبهديك اللحظة تصرفت تصرف غبي كتير، وكل هاد لأنه ما عندي ثقة فيكي 1%. لو بوثق فيكي ما كنت عملت هيك فيكي ولا حتى بحالي أنا. لكن روح لعند مرتك كورا، هديك انت فيك تثق فيها. روح لعند المرة اللي بتصونك وبتحافظ على شرفك، لأنه خلصنا قصة الأمير الطيب مع الملكة الشريرة. خلصت خلص، بس ما فيني صدق هالشي، ما بيصير، مو بهالطريقة هي. إن صدقت وإن ما صدقت صارت وخلص، خلصت وتأكد إنه انتهينا. هاندا، يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.